السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله احنا هنعمل ريفيجن على آخر كونسبت معانا، احنا خدناهم في يونت 2 اللي هو كونسبت 2 وكونسبت 3، عشان برضو لسه عشان أبدأ برضو أقول احنا ماشيين ازاي. عشان لو انت لسه جديد معانا على القناة، احنا كنا متعودين ان كل 2 كونسبت كنا احنا بناخده كنا بنعمله ريفيجن، كنا بنراجع عليه وبنحل عليه أسئلة، تمام؟ فمجازا بالوقت انا هجمع لك كل الريفيجن اللي احنا عملناه على مدار الترم، تمام؟ هجمعه لك في ايه؟ هجمعه لك في قائمة تشغيل واحدة، من حيث ان انت لو انت مثلا حبيت تراجع عليهم ماشي، فانت هيكون سهل عليك ان انت تضغط على الفيديو في قائمة التشغيل وخلاص على كده، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية هتلاقي ان في تحت وصف الفيديو لينك، في لينك التليجرام ده بينزل عليه كل الملخصات والمراجعات، وهتلاقي برضو عليه اللي هو الريفيجن والدروس بالترتيب الصحيح واسئلة بنك المعرفة، تمام. وكمان في فيديو كمان يعني فيديوهات انا شارحة فيه برضو اسئلة بنك المعرفة عشان لو حبيت تطلع عليها، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية بعد الفيديو ده ماشي، الفيديو ده هيكون فيه فيديو تاني بارت 2 ماشي، ريفيجن بقى هنحل فيه أسئلة الوزارة اللي هي أسئلة الوزارة بلس، كمان هنحل فيه. أنا هكون مجمع لك 5 موديل أو 5 موديلز على ما أتذكر، وهنحلهم مع بعض، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعني مش هيخرج عنهم الامتحان ماشي بنسبة 80%. خلاص تمام، تعال نحل مع بعض. احنا دلوقتي واحنا بنحل متعودين ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنراجع وبنحل مع بعض عشان نتذكر يعني لو في حاجه وقع مننا. خلاص تمام. اول سؤال معانا اللي هو scientific term ماشي، بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك هنا material that is used to build the roof of cold weather homes. تمام، تعالى كده نفتكر مع بعض. فاكر لما انا قلت لك ان الروف بتختلف على حسب الكلايمت، يعني البيوت اللي موجوده في الديزرت هو غير البيوت اللي موجوده في الكولد ويزر غير البيوت اللي موجوده في التروبيكال رين فورست، فاكر الكلام ده؟ حلو جدا. وساعتها قلنا ان الديزرت هو ان الماتيريال بتاعتها لازم تكون ميد اوف سترونج ستونز. حلو حلو جدا تمام. ولازم تكون ايه، لازم من البروبرتيز بتاعتها ان لازم تكون فلات. حلو. وايه كمان؟ ان هي عشان تساعدنا to protect the home from dust and dirt، ان هي تحمينا من الاتربه من الاتربه او اي حاجه وحشه. خلاص دي حاجه تمام. طب البيوت اللي هي موجوده في الكولد ويزر لازم ان الماتيريال تكون مصنوعه من حاجه اسمها سيراميك تايلز، اللي هي السيراميك العادي اللي احنا عارفينه. خلاص حلو جدا. بس لازم، في شرط مهم جدا، ان هي لازم تكون سلانتد. يعني ايه سلانتد؟ يعني ان هي تكون بوضع مائل ماشي تمام. او كلمه ايه، انكلايند، احنا كنا واخدينها في جريد 4 تمام، يبقى هي نفس المعنى ماشي تمام. طب ده بيساعد على ايه؟ بيساعد ان انا لو في ايس او في سنو او مثلا في رين، ده بيحصل لها ايه؟ بيحصل مثلا ان هو تو الاو سنو او اور ايس او رين تو سلايد اوفر ات، ان هي يساعدها ان كل الحاجات دي يحصل لها انها تتزحلق ماشي. حلو جدا ماشي، دي حاجه تمام. طب البيوت اللي موجوده في التروبيكال رين فورست، البيوت دي تبقى مصنوعه من ايه؟ الماتيريال بتاعتها مصنوعه من الستكس او الليفز اللي هي الاوراق او العصيان ماشي. طب برضو نفس الكلام، لازم تكون في وضع سلانتد، ان هي لازم تكون في وضع مائل ماشي تمام. وخلي بالك ان البيوت دي اساسا هي اصلا بتبقى عاليه عن السيرفس نفسه، عن السطح، ليه؟ to protect the home from animals getting inside، عشان يمنع اي animals ان هي ما تدخلش البيوت دي. خلاص حلو جدا. يبقى احنا كده راجعنا على الروف. طب احنا بقى هنا هنجاوب ايه؟ قال لك في الكولد ويزر، فهنكتب هنا ايه؟ سيراميك تايلز ماشي تمام. طب بالنسبه اللي بيقول لك هنا a material that is used to build the roofs of desert home، قال لك desert ايه؟ desert homes، اللي هي بقى ايه؟ اللي هي strong stone ماشي. حلو جدا. تعال نشوف اللي بعده ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ the property of matter which is measured by the measuring cup. مهم جدا الحاجات دي، اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هما الاربعه الخمسه تولز دي تمام. ساعتها قلت لك ايه؟ to describe any matter you must know properties، يعني عشان تبدا توصف اي مطر لازم تكون عارف البروبرتيز، لازم تكون عارف خصائصها. وقلنا ساعتها ان كل each property of matter have special measuring tools. يعني ايه؟ يعني كل واحدة ليها special tool، ليها أداة خاصة بيها. يعني الفوليوم، عشان لو أنا عايزة أجيب مثلا الفوليوم بتاع مثلا الميلك، الفوليوم بتاع الووتر، بستخدم ايه؟ بستخدم حاجة اسمها الميجرينج
كاب ده قلت لك عليها ان بيكون فيها سكيلز، بتكون فيها ارقام ماشي حلو جدا. طب التمبريتشر، اذا كان التمبريتشر بتاع البادي او التمبريتشر بتاع الليكويد، يعني الليكويد اللي هي السوائل ماشي، بستخدم حاجه اسمها ثرمومتر خلاص تمام. طب الماس، بستخدم حاجه اسمها البالانس اللي هو الميزان تمام. اذا كان الرولر او الميجرنج تاب اللي هي المزوره، او المزوره دي بنستخدمها عشان نقيس الايه، تو ميجر ايه لينس اللي هو التوب خلاص تمام. فلما يقول لك الميجرنج كاب اللي هي الايه، اللي هي الفوليوم حلو جدا، والبالانس اللي هي الايه، اللي هي الماس سهله جدا تمام. ذا بروبرتي اوف ماتر which از ميجرد باي تيب ميجر اللي هي الايه، اللي هي اللينس صح ولا لا تمام حلو جدا ماشي. بيقول لك هنا ايه، ذا بروبرتيز اوف ماتر which you can observe them by using your five senses. حلو جدا، تعال نراجع مع بعض. فاكر لما احنا قسمنا البروبرتي اوف ماتر لتو تايبس، فاكرهم هما ايه؟ ايوه يا ميس، اللي هما الفيزيكال بروبرتي والكيميكال بروبرتي. ساعتها رحنا عملنا كومباريزون بتوين ما بين الفيزيكال والكيميكال. قلنا ان الفيزيكال بروبرتي ان انا دي ممكن ان انا اقيس الماده دي، او انا اقدر استدل عليها عن طريق الفايف سنسز اللي هما الخمس حواس بتوعي تمام. اللي هما ايه؟ اللي هما مثلا زي الكالر، زي الاودر، زي الشيب، زي التكستشرز اللي هو الملمس. دي حاجات بقدر انا استدل عليها خلاص حلو جدا. ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للفيزيكال بروبرتي حلو جدا. انما الكيميكال بروبرتي لا، ده الكيميكال بروبرتي قال لك ان هو بيحصل ايه، it changes that happens in this matter when it interact with other material. يعني ايه؟ يعني المطر بيحصل لها changes، بتتغير. مش بس كده كمان، دي المطر اللي هي الماتيريال بيحصل لها ان يحصل لها interaction، هي بتتفاعل مع ماتيريال تانية. ومش بس كده كمان، دي بتطلع لي ايه، برودكت جديد، ماده جديده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا جبت البيبر اللي هي الورقه، عملت لها بيرنينج، حرقتها تمام. انا لما حرقتها، السؤال انا عايز اساله لك، طلع لي ايه؟ طلع لي ايش تمام. هو مش القش ده يعتبر، ده كده يعتبر مادة جديدة صح ولا لا؟ حلو جدا. ده بنسميها ايه؟ بنسميها chemical properties. بنسميها ايه؟ chemical properties. جميل جدا حلو. ساعتها قلنا ان الايرون نيل لو انا مثلا سبته مثلا على الحوض بتاع المطبخ او الحمام، وحصل ايه، ان الايرون react with water with oxygen ماشي، وكون لي حاجة اسمها rust. يعني ايه rust؟ يعني صدأ ماشي تمام. احنا قلنا في الراست دي بتبقى لونها ايه، ريدش براون او ريدش كولر، بتبقى لونها بني محمر. هي بتبقى عباره ان هي عباره عن لاير خلاص، عباره عن طبقه ماشي. وساعتها قلنا ان هي، نفتكر كده مع بعض، انا بربط ما بين الاثنين كونسبت عشان يبقى سهل عليك ماشي، تبقى ريدش ايه، ريدش ريدش كولر تمام. وساعتها قلنا ان الراست دي الكيميكال سابستانس اللي هي اسمها الماده العلميه بتاعتها بتبقى ايرون اوكسايد. خلي بالك لازم تعرف الكلمه دي، ايرون ايه، ايرون اوكسايد خلاص حلو جدا. تعالى بقى نحل مع بعض تمام. فلما يقول لك الفايف سنسز، يبقى كده قصده على الايه، قصده يميت على الفيزيكال بروبرتي خلاص حلو جدا. تعالى نشوف اللي بعديها. بيقول لك هنا ايه، ذا بروبرتيز اوف ماتر which can be observed and measured by changes that happen when the matter interacts with other materials. يبقى ده قصده على ايه، او ما يقول لك ايه ده interact، يعني هي بتتفاعل مع ماده تانية، يبقى كده قصده على الايه، قصده على الكيميكال خلاص تمام. it is the amount of space that matter takes up. ده ايه طبعا، اللي هو الفوليوم فاكر حلو جدا تمام. it is the measure of، ثانية اللي احنا سألنا سؤال، it is the measure of the amount of matter. amount of matter يبقى ده قصده على الايه، على الماس. فاكر لما احنا عملنا comparison between ما بين الفوليوم والماس تمام. خلي بالك الميجرنج يونت بتاعت كل واحده فيها مهمه جدا، لازم تعرفها، اللي هي بتاعت الفوليوم وبتاعت اللي هم الماس خلاص تمام. ساعتها عشان انا هقولها بس عشان لغايه، يعني في ناس بتتلخبط فيها. انا هديلك مثال، لو انا جبت تفاحه ورحت حطيتها على الترابيزه، مش التفاحه دي خدت مكان؟ حلو جدا. يعني ايه خدت مكان؟ ده بنقول عليه فوليوم، بنقول عليه ايه، فوليوم، يعني هي خدت سبيس تمام. طب يعني ايه اماونت اوف ماتر اللي هي الماس؟ يعني انا الشنطه بتاعتي بحط فيها اللانش بوكس، بحط فيها المقلمه بتاعتي، بحط فيها كتبي، بحط فيها كراريسي، بحط فيها حاجات كتير تمام. انا كده لما بعمل انكريز للاماونت اوف ماتر، اللي بيحصل للماس، الماس بتاعتي بيحصل لها انكريزز صح ولا لا؟ حلو جدا تمام. تمام تعالى بقى نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا ايه، it is the measure of how quickly the
particles in a matter are moving. طبعا ده قصده على الايه اللي هي temperature، صح؟ تمام، فكر كده معايا وهسألك كده سؤال وهجاوبك عليه آخر الفيديو. التمبريتشر دي تعتبر physical property ولا chemical property؟ فكر كده. ماشي ماشي، تعال نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا بقى it is a gas, a light gas، هو عبارة عن جاز. خلاص جميل جدا. ماشي، is used in filling clamps، بتستخدم ان احنا بنملى بيها اللي هي المنطوط، فاكره اللي هو اسمه ايه؟ شاطر، اللي هو اسمه الهيليوم. تمام، بص بقى معايا، ممكن يجيب لك في الامتحان، ماشي، يقول لك ايه؟ يقول لك الهيليوم ده، ماشي، منشن وان يوزز، قول لي استخدام ليه. احنا قلنا ساعتها ان هو بيستخدم في حاجتين، اللي هو كليمبس اللي هي المنطاط، واللي هو البالون، ان هو بيملوا منه البالون. ليه؟ لان هو عباره عن ان هو لايت جاز، ان هو بيكون غاز بيكون خفيف جدا. فاكر؟ حلو جدا. ماشي، the ability of matter، ماشي، to transfer heat and conduct electricity، بنسميها ايه بقى؟ perfect conduction، اللي هو الايه؟ توصيل. فاكر؟ حلو، ساعتها قلت لك خلي بالك احنا هنقسم الماتيريال لحاجه اسمها bad conductor of heat و او electricity و good conductor of electricity أو heat. يعني في مواد بتبقى موصلة للكهرباء والحرارة كويس، وفي مواد بتبقى سيئة التوصيل. فاكر؟ حلو جدا، تعال نشوف مع بعض. بيقول لك هنا ايه؟ a matter which is used، ماشي، in making gloves، مادة بنصنع منها الجلافز، ماشي، because it's waterproof and flexible، لأن هو بيكون مضاد للمية، يعني ما مش بيبل المية، يعني لو جه على مية مش هيبله، وflexible، flexible يعني بيكون مرن، اللي هو بيكون ايه؟ شاطر، اللي هو بيكون الرابر. تمام، تعالى برضو نسألك برضو سؤال حلو جدا. على فكرة ممكن يقول لك مثلا، يعني برضو mention one use، قول لي مثلا استخدام مثلا الستيل، قول لي مثلا استخدام للجلاس، قول لي مثلا استخدام للرابر، ماشي، فلازم على الأقل تكون عارف من كل واحدة فيهم واحدة. ماشي، خلي بالك دي برضو من الأسئلة، برضو ممكن برضو يقول لك قول لي مثال على الرابر، استخدام واحد من اللي احنا قلناه اللي هو بيستخدم في الايه، في الالكتريكال وايرز. تمام، حلو، انا بقول لك الحاجات السهله. تمام، والهيليوم انا لسه قايله لك دلوقتي عليه حالا. ماشي، تعالى نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا it is a process، ماشي، by which a matter is changed from من solid to liquid state. نقف لغايه هنا، احنا ساعتها في الكونسبت الاخير، ماشي، في الكونسبت الاخير قلنا ان احنا في اربعه بروسيس لازم نكون عارفينهم، اللي هي الايه، شاطر، اللي هي الميلتنج، ايوه، والفريزنج، ايوه، والايه، والايفابوريشن، والكونسنتريشن. فاكر الكلام ده؟ حلو جدا. فاكر الميلتنج هي عباره عن ايه؟ حلو، ان هو عباره عن تشينج فروم من السوليد تو الليكويد ستيت. خلي بالك قال لك امتى؟ لما التمبريتشر يحصل لها ايه، انكريز، يعني او هيتنج، يعني كل ما درجه الحراره بترتفع عندي السوليد بيتحول لايه؟ بيتحول لليكويد. يعني جيب الايس وسيبه بره، هتلاقي الايس حصل له ميلتنج، بدا يسيح، صح ولا لا؟ ده اسم البروسيس بنسميها ايه؟ بنسميها الميلتنج. شاطر، تمام. طب الميلتنج هي ريفرسيبل، عكس كلمه ايه؟ فريزنج. شاطر، اكسلنت، تمام. يبقى it is the change from من الليكويد ستيت to solid state، بس خلي بالك العكس ايه؟ temperature decreases، كل ما درجه الحراره عندي بتقل اللي بيحصل الليكويد بيتحول لسوليد. خلاص، تمام، جميل جدا. يبقى هنا هنقول هنا ايه؟ هنقول melting، ماشي، جميل جدا. ماشي، the state of the matter، لما يقول لك state of the matter يبقى هو بيسألك يا سوليد يا جاز يا ليكويد، ماشي، in which matter has definite volume and shape. سهلة وقلناها كذا مرة، اللي هي الايه؟ اللي هي السوليد. جميل جدا، state of the matter in which matter has definite volume، ماشي، and takes the shape of container، ليها فوليوم محدد وبتاخد شكل الكونتينر اللي هي فيه، طبعا الايه؟ اللي هي الليكويد، صح ولا لا؟ حلو جدا. The state of the matter in which matters takes the volume and the shape of its container، طبعا اللي هو الايه؟ الجاز، ماشي، يعني عايز يقول لك ان هي indefinite volume and shape، ماشي، تمام. It is a process، هي عبارة عن process by which matter change from in a liquid state
من الليكويد ستيت تو للجاز. فاكر ايه البروسيس دي بنسميها ايه؟ ايوه يا ميس، اللي هي بنسميها ايفابوريشن. ايفابوريشن ايفابوريشن اللي هي الايفابوريشن. جيب حله املاها ميه وحطها على النار، تمام، وسيب الميه دي يحصل لها بويلنج ووتر، سيبها ان هي تسخن تسخن وتغلي، الميه تغلي. ايه اللي يحصل؟ ان الميه اللي هي الليكويد دي هتتحول لايه؟ هتتحول لجاز، فاكر؟ تمام، تعال نفتكر كده مع بعض. ماشي، قلت لك ساعتها لما الميه ما تغلي الليكويد ده هيتحول لايه؟ شايف البخار ده؟ ده بنسميه ايه؟ بنسميه ستيم. بنسميه ايه؟ ستيم. حلو جدا. تمام، البروسيس دي بنسميها ايه؟ بنسميها ايفابوريشن. بنسميها ايه؟ ايفابوريشن. تمام، الايفابوريشن ده ماشي ريفرسيبل، عكس ايه؟ اللي هو الكونسنتريشن، صح ولا لا؟ تمام، يبقى it is the change from من الجاز state to liquid by cooling، اللي هي بنسميها ايه؟ كونسنتريشن. كونسنتريشن يعني الجاز اللي هو الستيم اللي احنا قلنا عليه ده، هل ينفع احوله لليكويد تاني؟ قال لك ايوه، عن طريق بروسيس بنسميها ايه؟ كونسنتريشن. خلاص ماشي، يبقى بيقول لك هنا it is the process by which matter changes from من الجاز state to liquid، يبقى ده ايه؟ دي اللي هي الكونسنتريشن. ماشي تمام، بيقول لك هنا ايه؟ a matter that is formed when two or more matter ماشي combine chemically. بيقول لك ان ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ماده او مادتين بيحصل لهم ايه؟ combine chemically، يعني بيتحدوا كيميائيا. فاكر كنا بنقول عليها ايه؟ الكومباوند، فاكرها؟ جميل جدا. ساعتها احنا عملنا comparison between ما بين الكومباوند وما بين الميكستشرز، فاكرها؟ حلو جدا. ماشي، بس في معلومة عايزة يعني أوضحها. إحنا عندنا اللي هو الميكستشرز، اللي هو المخلوط ده ماشي، بيبقى ليه have three types، اللي هم إيه؟ يا إما جاز وجاز، يا إما solid وسوليد، يا إما solid وليكويد. تاني، يا إما جاز جاز، يا إما solid solid، يا إما solid liquid. طب على فكرة ممكن يقول لك مثلا في الامتحان يقول لك مثلا give me example one example ماشي عن solid solid وليكويد mixtures، يعني اديني مثال واحد. ممكن نقول له salty water، صح ولا لا؟ او ممكن نقول mix sugar with water، صح ولا لا؟ تمام، وفي نفس الكلام يقول لك solid solid ماشي. حلو ماشي، والجاز، والجاز اللي هو الاتموسفيريك، اللي هو الاتموسفير ماشي. حلو جدا، دي برضو من الاسئله اللي ممكن يقولها، ده سؤال سهل مش صعب. خلاص ماشي، ايه كمان بيقول لك هنا؟ the process of removing salt from salt water. تمام، هو عايز يعرف اللي هو البروسيس، اللي هي ان السولت بفصله عن السولت ووتر، كنا بنسميها ايه؟ ديسيلينيشن، فاكرها؟ ديسيلينيشن، فاكرها؟ حلو جدا. ماشي بعد كده، ماشي the process which can be used to remove any large material from sea. حلو جدا، فاكر لما انا قلت لك ان انا عندي two way، عمليتين اقدر ان انا استخدمه عشان لو انا عايزه افصل السولت ووتر، سوري السولت عن اللي هو السي ووتر. فاكر ايه هما التو ستيبس؟ كنا سميناهم ايه؟ اللي هي الفلتريشن اللي هي الايه؟ الايفابوريشن. خلاص تمام، لازم تعرفهم، مهمين جدا ماشي، اللي هي الايه؟ الفلتريشن والايفابوريشن. خلاص تمام، تعالى بقى نشوف هو يقصد منها ايه. ماشي، بيقول لك هنا the process which can be used، بنستخدمها to remove any large material، بنفصل بيها اللي هي الماتيريال اللي هي الكبيرة، زي مثلا ايه؟ زي الشيل، زي الفيش، زي اي حاجة from sea، دي اللي هي الايه؟ الفلتريشن، فاكرها؟ حلو جدا. طب لما يقول لك the process which can be used، بنستخدمها to separate، عشان نفصل ال salt and the minerals from salty water، عشان نفصلها عن السولتي ووتر، قال لك ايه؟ سولت اند المينرالز، اللي هي ايه طبعا؟ اللي هي الايفابوريشن، فاكرها؟ تمام جدا. بيقول لك هنا ايه؟ ذا تشينج ان ويتش ذا سبستانس ريتيرنز باك تو اتس اوريجينال شيب. ماشي، دي مهمه وعايزين نراجع عليها. كنا احنا عملنا كومباريزون بتوين ما بين حاجه اللي هي اسمها اللي هي ال physical change وال chemical change، فاكرها؟ حلو جدا. قال لك هنا ال physical change it is the change matter without any change in its structure، يعني هنا في change ما بيحصلش هنا change في ال structure، ما بيحصلش هنا يعني تغيير في التركيب بتاعي. يعني انا دلوقتي لما انا خرجت ال ice cubes بره وتحول ل liquid state، من ال solid لل liquid ماشي، هل الميه مثلا تركيبها اتغير؟ لا ما اتغيرش، صح ولا لا؟ ما كذلك مثلا اللي هو الميلتنج واكس، اللي هو الشمع، لما انا عندي الشمع ساح،
هل الاستراكشر بتاع الواكس اتغير، اتحول مثلا لمادة تانية؟ لا، صح ولا لا؟ دي بنسميها ايه؟ بنسميها فيزيكال تشينج. بنسميها ايه؟ فيزيكال تشينج. وساعتها قلت لك ان الفيزيكال تشينج بنقول عليها ريفيرسيبل. بنقول عليها ايه؟ ريفيرسيبل. يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني بتبقى سهله ان انا يعني يرجع تاني لوضعه الاولاني. يعني الليكويد ممكن يرجع للسوليد، وممكن السوليد يرجع تاني الليكويد. دي بنسميها ايه؟ بنسميها ريفيرسيبل. فبيقول لك هنا اتس مين باي ريتيرن باك تو اوريجينال. خلاص تمام. انما بقى الكيميكال عكس اللي انا قلته ده تماما. It is the change in matter with the change in structure. يعني هو التغيير بيحصل في الاستراكشر، خلاص؟ في التركيب بتاعه، تمام. وإيه اللي بيحصل؟ ده كمان بيحصل إيه؟ producing new matter. وكمان إنه في مادة جديدة بتظهر عندي، زي مثلا بيحصل burning في البيبر، اللي هو الورقة لما حرقتها، أو burning في الوود، أو في الخشب، تمام؟ تمام. هل الخشب لما أنا حرقته ماشي وتحول لإيش؟ ماشي؟ السؤال هنا بقى، هل ممكن ده يرجع تاني؟ يرجع تاني الود؟ لا طبعا ما ينفعش. فبنقول عليها ايه؟ not reversible. او ممكن يقول عليها كلمة تانية وهي برضه نفس المعنى، irreversible. يعني هل الفرق بتبقى ايه؟ ان هي double or irreversible irreversible irreversible. ماشي؟ تمام. its mean maybe cannot return back to original. ما ينفعش ان هي ترجع تاني لأصلها. خلاص؟ ماشي، تعالى نشوف بقى. ماشي. فبيقول لك هنا ايه بقى؟ the change in which the substance returned back to its original shape. يبقى ده ايه؟ بيرجع تاني للشكل الاصلي، اللي هو مين؟ اللي هو الفيزيكال. هو عايز يعرف ايه اللي هو التشينج، اسمه ايه؟ ماشي تمام. it's a type of mixtures that consist of different gases. تمام. هو عايز يعرف النوع نفسه، اللي هو ايه؟ gas mixtures. ما بين قوسين نكتب اللي هو الايه؟ الاتموسفير. خلاص، جميل جدا. تمام، عايزك هنا تكتب لي اكزامبل لكل واحد فيهم. سوليد ليكويد ميكستشرز، اللي هو ايه؟ ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول اللي هي سولتي ووتر، صح؟ تمام ماشي. ممكن نقول ايه؟ ماشي. السؤال التاني بيقول لك هنا ايه؟ ريفيرسيبل تشينج. قول لي مثال ممكن ان هو يرجع تاني، يعني يحصل له ريتيرن باك. ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا melting، ماشي، melting of chocolate او melting of ice cubes، صح ولا لا؟ حلو جدا. تمام. irreversible العكس بقى، يعني لو حصل له change ما يقدرش ان هو يرجع تاني. ممكن نقول ايه؟ burning of paper او burning of wood، صح؟ او ممكن نقول ايه؟ iron rust، صح؟ يعني هو هي يعني اي مثال، فكر كده. يعني مش لازم المثال انا قلته، ممكن تجيب انت مثال برضه، ممكن نقول عليه irreversible change. انا قلت كذا مثال، ماشي تمام. liquid mixtures يعني liquid ممكن انا اقول oil with water، مش الاثنين liquid؟ حلو ماشي. بيقول لك هنا classify the following into chemical and physical. هنقسم دلوقتي الحاجة، ماشي، الفيزيكال وايه وكيميكال. خلاص تمام. تعال نشوف اول واحده بتقول ايه. تمام، بيقول لك هنا ايه اول حاجه؟ ايه بيقول لك هنا؟ grind of sugar. يعني انا مسكت الشوجر عملت له grind، يعني ايه؟ قعدت اطحن فيه واكسره، قعدت اعمل له breaking down. تمام، ده يعتبر physical ولا chemical؟ تمام، لا يا ميس، يعتبر كده physical، لان هو كده ما حصلش change في الstructure، وما فيش هنا ماده جديده ظهرت لي. تمام. melting of wax برضه نفس الكلام، physical. تمام. rusting of iron، لا يا ميس، ده كده يعتبر chemical، لان هنا كده في ما في هنا كذا material تفاعلت مع بعض، حصل لها interaction، وهنا في ماده جديده ظهرت لي، صح؟ حلو، دي بنقول عليها chemical. تمام. mix vinegar and baking soda، لا دي برضه chemical، صح ولا لا؟ لان هيحصل عندي ان في bubbles، في bubbles جاز هيطلع، صح؟ جميل جدا. طب تعالى نشوف اللي بعده. ice cycle. ice cycle اللي هو قصده عليه لما الايس يتحول السوليد ستيت، يتحول ليكويد ستيت، يتحول لجاز، وهكذا. ده بنقول عليه ايه؟ برضه بنقول عليه physical change. تمام. making a cake، الكيكة، لا دي chemical، صح ولا لا؟ لان الكيكة دي اصلا بتبقى ليها ingredients، ليها مكونات. تمام. المكونات طلعت لي برودكت جديد، اللي هي الايه؟ اللي هي الكيكة دي. تمام، حلو جدا. تمام. اورنج
فيرمنتيشن اسمها ايه؟ اورنج فيرمنتيشن. اورنج احنا عارفينها، طب فيرمنتيشن يعني ايه؟ يعني انا مثلا التفاحه او مثلا البرتقانه سبتها عندي وبعد كده حصل لها ان التفاحه او اي فاكهه عامه لقيتها ان هي باظت، صح؟ شكلها اتغير، ماشي؟ حصلت ان هنا حصل هنا بقى تشينج في الاستراكشر، تركيبها بقى اتغير، تمام؟ تمام، حلو جدا. هل مثلا الاورنج دي لما باظت مني حصل لها فرمنتيشن ينفع ترجع تاني كاورنج في لما كانت في الاول خالص؟ لا، يبقى دي بنقول عليها ايه؟ كيميكال، ماشي؟ سولتي ووتر، سولتي ووتر، لا دي فيزيكال، تمام. بيرنينج اوف وود، لا دي كيميكال، صح؟ تمام. بعد كده ميكينج بريد، ميكينج بريد، يبقى دي ايه؟ ميكينج بريد، يبقى ده ايه؟ برضو ده كيميكال، صح؟ تمام. burning of match، يعني المفروض ان هي كلمتين، burning of match ده برضو ايه؟ كيميكال، اللي هو الكبريت رحت عملت له burning، ماشي؟ دي قلناها، مش ماشي. بعد كده ايه؟ digestions of food، الاكل اللي جوه جسمي بعد ما اكلته، ماشي؟ اللي حصل بقى عندي فيه انزيمات حصل جوه جسمي، ماشي؟ دي بنقول عليها برضو ايه؟ بنقول عليها كيميكال، بنقول عليها ايه؟ كيميكال. ماشي، تعال نشوف اللي بعده، true false. ماشي، بيقول لك هنا ايه؟ properties of matter can cannot be described. غلط، بنقدر نوصف. انا قلتها في الاول خالص، ده السؤال قلت لك عليه، كنت قلت لك عليه هجاوبه لك في اخر الفيديو. ال temperature is the chemical property of matter. لا، physical، physical، ماشي. we can observe the physical property using our sense. True. ماشي. matter can be cannot be measured. غلط، can be measured، عادي جدا بنقيسها. تمام. roofs protect building from wind dust and rainfalls. صح طبعا، بتحمينا من كل دول. تمام، بيقول لك هنا ايه؟ 1 كيلوغرام equal 100 جرام. غلط، المفروض تبقى ايه؟ 1، المفروض تبقى ايه؟ 1000، المفروض تبقى ايه؟ كام زيرو عندي؟ 3 زيرو، ماشي؟ تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا iron nail is not attracted to the magnet. ال iron nail is not attracted to the magnet. فكر كده معايا. لا، غلط، هيحصل attract، هيحصل attraction، صح ولا لا؟ تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ matter with tightly packed molecules has greater density. تاني نراجع عليها عشان نقولها. انا ساعتها قلت لك خلي بالك ان مش كل الكتب ذاكرينها ولازم تكون عارفها، مش احنا ساعتها انا وضحت لك وقلت لك ايه؟ قلت لك خلي بالك ايه الفرق بين الصورتين. هنلاحظ هنا ان هنا الصورة هنا بتبقى ايه؟ more crowded kids، ان هنا الاطفال هنا نلاقيهم ان هم ايه؟ مزدحمين قوي 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 قوي، خلاص. وهنا في الصورة دي less، قليلين قوي، تمام؟ حلو جدا. فقلنا ان الصورة دي عندها ايه؟ high density، الكثافة بتاعتهم كبيرة قوي، ماشي؟ انما هنا low density، الكثافة بتاعتهم بتبقى صغيرة جدا، فاكر؟ حلو جدا. ساعتها قلت لك خلي بالك احنا كنا واخدين قبل كده ان المطر have three state، اللي هي solid والليكويد والجاز، فاكر؟ حلو جدا. وساعتها قلنا ان المطر is the made up of tiny particles بنسميها الموليكيولز، فاكرها؟ تمام، حلو. وان الدنست دي هي اللي بتع... هي اللي ب... هي هي البروبرتي اللي بتعرفني الاوبجكت ده بيحصل له فلوت ولا بيحصل له سانك، يعني بيطفو ولا بيغوص. يعني على سبيل المثال تعال نطبق الصوره اللي احنا قلناها هنا في الموليكيولز. هنا انا مثلا عندي السوليد، ماشي؟ لو نلاحظ انا مثلا انا عندي البارتيكلز بتكون ايه؟ تايتلي باك توجذر، ان هي بتبقى قريبين قوي 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 من بعض، صح كده؟ حلو جدا. يبقى ده low density ولا high density؟ لا يا ميس، ده كده high density، لان المكان كده بقى مزدحم قوي فبنقول عليه high density. تمام. في الليكويد، لا في الليكويد بدأ ان بيكون في space شوية، فهنا دي بنقول عليها ايه؟ لا هي عندها density، بس بيبدأ الدنستي يفضل يقل يقل، فlow density شوية. هنا في الجاز برضو low density، ماشي؟ لان particles حصل لهم ايه؟ ان هم مش مزدحمين قوي، تمام؟ حلو جدا. طب تعالى بقى نطبق الكلام ده هنا، ماشي؟ يبقى دي هنقول عليها ايه؟ بيقول لك ان المطر ويز تايتلي باكت مولكيولز، ان المطر اللي بيكون فيها المولكيولز بتاعتها
تايتلي باك، يعني قريبين قوي من بعض. دي بيكون عندها دينستي اعلى. ايوه طبعا ماشي. بعد كده بيقول لك هنا ايه، it changes the mass of matter affects its density، يعني لو الماس حصل لها تشينج، بدأ يحصل لها ان الماس اتغير، ماشي، ده ممكن يأثر على الدينستي؟ لا مش هيأثر عليها، انا قلتها لك قبل كده في ساعة الشرح. فين 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 فين؟ ايوه هنا، لما جبت الايه، جبت الابل وعملت لها ايه، cut into two equal halves، يعني قسمتها لنصين، ماشي. طيب انا اساسا الماس بتاعتي كانت 80، خلاص. طيب لما قسمتها بالنص، جبت نص حطيتها على البالانس، طلعت ايه مثلا 40، خلاص حلو جدا. انا كده ده كده الماس هنا، ده ايه، احنا قلنا اللي تشينج ذا ماس لما الكتله عندي بتتغير، ده ملوش اي تاثير على الدنستي، على الكثافه، فدي هتبقى ايه، فولس، ماشي. تمام. 1 لتر is equal to 1000 centimeters power 3. ايوه طبعا تمام. ماشي، تعالى كده نقول مع بعض حاجة مهمة جدا أستاذنا محمد. خلي بالك إن الفوليوم الميجرنج يونت بتاعتها اللي هي اللتر والملي لتر والكيوبيك سنتيمتر، خلاص تمام. والميجرنج يونت بتاعت الماس جرام وكيلو جرام، ماشي. ماشي، تعالى نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا إيه، هيليوم is not poisonous. أيوه طبعا صح. ماشي، بيقول لك ان الفيزيكال بروبرتي ار ديسكرايب هاو سبستانس ذات ات تشينجز انتو كومبليتلي ديفرنت سبستانس. لا طبعا مش الفيزيكال بروبرتي، انما الايه، المفروض ان هي الكيميكال بروبرتي. غلط. هو بيقول لك هنا ان هي خاصيه، ماشي، ان هي بتوصف الماده، ماشي، بيحصل لها تشينجز، ان هي بتتغير كومبليتلي، تتغير كامله. لا طبعا، ده الكلام ده في الايه، في الكيميكال. تمام. بعد كده بيقول لك هنا ايه، بيقول لك هنا cutting of apple into pieces it changes its mass and density. لا طبعا مش هيأثر على الدينستي. تمام. all forms of matter have the same chemical and physical property. لا طبعا مش كل الماتر. تمام. solid can change into liquid by cooling process. بالراحة كده، هو بيقول لك إن السوليد ممكن يتحول لليكويد. يتحول لإيه؟ لليكويد باي كولينج؟ لأ طبعا مش باي كولينج، المفروض باي إيه؟ باي هيتينج، صح؟ اللي هي الميلتينج بروسيس. ماشي، بيقول لك هنا إيه، the mass of substance it changes by. الماس عندي ممكن يحصل لها إن هي changes، ممكن تتغير، ماشي، by heating or cooling. لا طبعا، فاكر الكلام ده؟ تمام، تعال نقولها مع بعض. ساعتها قلت لك ايه، نيجي هنا ابن محمد. لو انا جبت الايس كيوبس، خلاص، ورحت مثلا جبت before melting، يعني قبل ما يحصل له melting، جبت عشان اشوف الماس بتاعته، طلع عندي كام، 150 جرام، خلاص تمام. جبت سبت الايس ده، يحصل له ايه، يحصل له ميلتنج، يعني افتر ميلتنج، جيت عشان اشوف الماس بتاعته، طلع برضو ان هو نفس الماس، ان هو ايه، ان هو برضو 150 جرام. هل الماس عندي اتغير؟ لا، يبقى the mass of any matter doesn't not change، ما بيحصل لهاش ايه change، ماشي، ما بيحصل لهاش ايه change، يعني ولا قلت ولا زادت، هي فضلت زي ما هي، خلاص ماشي. وكذلك مثلا لو جبت مثلا ايه، 1 كيلو جرام اوف ابل 1 كيلو جرام اوف بنانا بيفور كاتنج، يعني قبل ما اقطعهم، المفروض ان هو السميشن يطلع كام، 2 كيلو جرام، صح، التوتال عندي ده، الكلام ده امتى، بيفور كاتنج. تمام. لما انا قطعتهم مع بعض عشان اعمل سلط، لقيتها ايه اللي حصل، برضو جيت عشان اشوف الماس بتاعتها، 2 كيلو جرام. هل الماس عندي اتغيرت؟ لا، الماس عندي ما حصلهاش ايه، doesn't not change، خلاص ماشي. بيقول لك هنا ايه، when the particles of matter gain energy، يعني لما ال particles تكتسب ايه، تكتسب energy، ماشي، they move and spin faster. ايوه طبعا بتقدر ان هي ايه، تتحرك، ماشي. بيقول لك هنا ايه، solid state particles move freely in all directions. ال solid بيتحرك freely in all directions. غلط،
غلط. امال مين لو احنا عايزين نعمل كوريكت الجاز صح؟ اصلا السوليد ان هو بيتحرك ازاي، بيعمل فايبريت ان هو بيتحرك في مكانه ماشي تمام. بيقول لك هنا ان الماتر بارتيكلز ار ان كونتينوس موشنز، ايوه طبعا كلهم في حاله حركه مستمره ماشي. بعد كده ايه بيقول لك هنا، وين ماتر بارتيكلز ار وورمد اب، وورمد ايه اب زي موف سلور، خلي بالك قال لك ايه وورمد اب بيموف سلور بيتحرك ببطء. غلط، امال بيحرك ايه فاستر سريع ماشي. تعال نعيدها برضه عشان دي برضه مهمه ماشي. رحت انا قلت لك، طب قلت لك طبق الكلام ده، انا قدامي مشروبين، واحد تي والتاني ايه سوفت درينك يعني مشروب ماشي. وسوفت درينك ده فيه ايس كيوبس، ركز معايا. قلت لك ان التي ده اصلا البارتيكلز اللي جواه وورمد يعني ايه سخنين ماشي. ايه اللي يحصل؟ هنلاقي ان البارتيكلز موف فاستر اند سبريد اوت، عماله تتحرك بسرعه جدا. ده الكلام امتى؟ لما يكون ايه وورمد اب تمام. طب لو كان عندي البارتيكلز ار كولد داون، كولد داون ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي ان البارتيكلز موف سلور، بدا ان هم يتحركوا ايه ببطء جدا ماشي تمام، وقريبين قوي من بعض come close together ماشي. حلو جدا، تعال بقى نطبق الكلام ده، يبقى ده غلط فعلا ماشي تمام. the temperature affect the number of particles of the matter تمام. هل ال temperature ممكن يأثر على number of particles يعني بيخليها تقل أو تزيد؟ لا طبعا تمام. والدليل على كده عندك دليل يا ميس؟ أيوه طبعا عندي دليل ماشي. تعالى نفتكر مع بعض. ساعتها قلت لك مثلا قلت لك مثلا انا مثلا عندي ايس كيوبس خلاص، ايس كيوبس وهو اصلا في حاله السوليد ستيت ماشي. رحت ايه بيفور ميلتنج يعني هو قبل ما يحصل له ميلتنج، رحت مثلا عديت البارتيكلز اللي جواه لقيتها ان هي طلعت كام 50 خلاص. حلو جدا ماشي. سبت الايس ده بقى يحصل له ايه ميلتنج يعني بدأ يتحول من سوليد ستيت لليكويد ستيت، جيت عشان اشوف البارتيكلز لقيتها برضو 50. يبقى معنى كده ان التمبريتشر ما بيأثرش على ايه، ما بيأثرش على النمبر اوف بارتكلز خلاص تمام. ده برضو السؤال ده مهم برضو ماشي. بيقول لك هنا بقى ايه، the mass of substance stays the same after heating. فكر كده معايا، ممكن هنقول ايه تمام، فايه هنقول ايه يعني. بيقول لك هنا ان الماس بتاعت السبستانس stay هتفضل زي ما هي ماشي after heating. ايوه طبعا صح تمام. بيقول لك the temperature of the solid matter decreases ماشي it melt fast faster. لا طبعا ماشي. the freezing point of water is 100 celsius 100 well it's boiling point it's 1 celsius. المفروض العكس، خلي بالك ان الفريزنج ووتر ان الميه جمد عند الايه عند الزيرو خلاص. حلو جدا، انما الميه بتغلي عند ايه عند 100 ماشي تمام. بيقول لك هنا ايه الميكستشرز ذات ار ميد اوف سيميلر ماتيريال، غلط ديفرنت ماتيريال من مواد مختلفه، ديفرنت ايه ديفرنت ماتيريال ماشي. مش شوجر از ميكستشرز، لا الشوجر كده ما يعتبرش ميكستشرز. احنا قلنا الميكستشرز لازم يكون ان هو ميد اب اوف تو اور مور يعني من مادتين او اكتر ماشي تمام. بيقول لك هنا ايه بقى، بيقول لك هنا كوندنس ووتر بابل اون ذا ليفز اوف تري ماشي از اكزامبل اوف جاز ستيت. تاني كوندنس ووتر بابل on the leaves of tree is example of gas state. دي انت هتجاوبها لي وتقولها لي في الكومنت ماشي. هي سهلة بس خلي بالك قبل ما تتسرع فكر فيها ماشي تمام. بيقولك ان the particles of matter are in static state. static state يعني في حالة static state يعني ما بيح... يعني static يعني ما بيحصل لهمش motion. غلط، احنا قلنا ان بيحصل لهم ايه continuous motion تمام. ال temperature is measured by thermometer تمام. بيقول لك هنا sense distinguishing between water and vinegar ايه اللي ممكن اقدر اميز بين الووتر والفينيجر اللي هو الخل عن طريق ايه، السايت ولا السميل؟ السميل الريحه، ريحه الخل قويه جدا، ممكن اقدر انا يعني اقدر انا اميزها. tropical rainforest house roof
are made of branches of a tree ولا strong stone؟ لا هي branches of a tree. ال strong stone ده تبقى موجودة في اللي هو ال desert، كلهم اللي موجودة في ال desert. ماشي تمام. بيقول لك هنا ايه؟ cold weather home. هي ال cold weather home flat ولا inclined؟ لا inclined، او ممكن نكتب ايه؟ slanted. ماشي تمام. the volume of milk is measured by scales ولا measuring cup؟ قال لك ايه عشان اعرف اجيب الايه الفوليوم بتاع الميلك؟ طبعا measuring cup. تمام. slanted roof is responsible for، مش allow rain to slide down ولا allow animal to enter the house؟ طبعا اني ان هو يزحلق ميه المطر. تمام. small volume of liquid، خلي بالك قال لك ايه؟ small volume of liquid are measured in liter ولا ملي لتر؟ المفروض ان هي ملي لتر. خلي بالك في فرق بين اللتر والملي لتر. اللتر ده بنعمل ميجرمنت للليكويد بس ايه لارج فوليوم، انما الملي لتر ايه سمول فوليوم. ماشي تمام. نقط is the one of chemical property of matter، الكولر ولا flammability؟ طبعا اللي هي الايه الفلامبيليتي اللي هو القابل للاحتراق. ماشي تمام. بيقول لك هنا ايه؟ matter that has high temperature. High temperature its molecules move faster ولا slow؟ طبعا هتكون ايه؟ فكر كده معايا. fast. تمام. which matter has more density، اني واحده فيهم عندهم more density، الليكويد ولا الجاز؟ لا الليكويد طبعا. تمام تمام. the temperature المفروض ان هو يكون solid، ما عنديش solid بس قدامي liquid وجاز، طبعا هيكون الايه الليكويد. تمام. the temperature of boiling water is a measure by scale ولا ثرمومتر؟ الثرمومتر. خلي بالك انا عندي الثرمومتر مش بقيسه بس للبادي اوف هيومن، لا انا ممكن اقيسه كمان بالليكويد. ماشي تمام. flammability means the ability to burn ولا not be burned؟ طبعا ايه to burn، ان هي قابله للايه للاحتراق. ماشي. iron is attracted to the magnet، this is a not property. لما الايرون ماشي الايرون يحصل له اتراكشن للماجنت، ده يعتبر كيميكال ولا فيزيكال بروبرتي؟ طبعا يعتبر ايه فيزيكال بروبرتي. تمام حلو جدا. تمام تعال نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا ايه؟ the ability of matter to be stretched into thin wires، ده يعتبر فيزيكال ولا كيميكال؟ طبعا فيزيكال، سهله جدا. تمام. all of the following are measuring unit of volume. تمام. كل دول measuring unit of volume ما عدا واحدة بس، ايه هي بقى؟ فكر كده معايا. اكيد اللي هي الايه الكيلو جرام، دي بتاع خاصة بالايه بالماس صح؟ تمام. بيقول لك هنا المكشرز نقط is combination of two or more materials، physical ولا chemical؟ طبعا physical. تمام. طب لو قال لك compound المركب؟ لا chemical. تمام سهلة دي. ماشي. evaporation is used to separate it any matter not in water، خلي بالك كده احنا قلنا ال evaporation. تمام نراجع عليها كده برضه عشان دي محتاجة تركيز. ماشي بص، ال evaporation وال محمد والفلتريشن. ماشي طيب احنا خدنا مثال هنا على ال evaporation اللي هو الايه ال salty water. تمام. انا عندي السولتي ووتر ده يعتبر ديزولف ان ووتر ولا نوت ديزولف ان ووتر؟ يعني السولت بيدوب في الميه ولا بيدوبش في الميه؟ لا بيدوب في الميه. حلو جدا. ده فين ده؟ في الايفابوريشن. تمام. طب بالنسبه للفلتريشن خدنا الاكزامبل بتاعها اللي هو ايه اللي هو الووتر والساند. حلو جدا. احنا عارفين ان الساند نوت ديزولف ان ووتر، ما بيدوبش في الميه. ماشي تمام حلو جدا. طب تعالى نطبق الكلام ده، يبقى الايفابوريشن is used to separate in it any matter in water. In the evaporation اللي هو المثال عليها اللي هو ايه salty water، يبقى ايه dissolve. ماشي تمام. بيقول لك هنا to detect the presence of starch، starch النشا، عشان تكشف عن النشا هتستخدم ايه؟ بيدي لك give blue color، ايه بقى ايودين ولا بيكنج صودا؟ طبعا ايودين. ايودين ده هو عبارة عن ان هو liquid solution بيبقى موجود في الصيدليات. ماشي هو بيديها لك في الكتاب ان هو كورن ستارش، مش ممكن ما يقولكش كورن ستارش، يقول لك ايه ستارش بس هي. ماشي تمام. sand and water is a نقط types of mixtures، solid liquid ولا liquid liquid؟ طبعا ايه solid و liquid. ماشي melting is the
opposite of نقط freezing ولا evaporation. طبعا الفريزنج تمام. We can separate the mixtures of نقط evaporation. Evaporation ايه بقى؟ sand water ولا salty water؟ لا salty water. تمام. بيقول لك هنا ايه؟ the compound of mixtures can be نقط easily separate ولا react. يعني الميكشرز اللي هو المخلوط بيبقى سهل ان انا ايه افصله ولا يتفاعل مع بعض؟ لا separate. صح حلو جدا. ماشي. iron reacts with نقط in the air and get rust. nitrogen ولا oxygen؟ طبعا هيكون ايه؟ oxygen. ماشي. بعد كده هتلاقي ان انا مجمعه لك كل الجيف ريزن وات هابن. ماشي جايبها لك، هتلاقي ان انت هتلاقي على الجروب. ماشي مجمعه لك كل الموديل انسر، مجمعه لك كل الجيف ريزن وات هابن، كل واحده فيها بالانسر بتاعها. فانت عايزك بس تعمل ايه؟ تقراها كده وايه وتفهمها وتكتبها باسلوبك بس كده، زي ما انا عامله لك في كل كونس، مجمعه لك كل الجيف ريزن وكل الوات هابن بس كده. ماشي انتظر ان هيكون في فيديو تاني بالبارت 2 عن اللي هو نماذج الوزارة والخمسة موديل اللي انا قلت لك عليه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.